يعطيكم العافية. راح نشرح الآن example 2.4. optimal demand when demand is a function of price. هاي الفكرة اللي فيه. الفكرة اللي فيه هنا إنه راح نطلع ال optimal demand اللي هو الطلب المثالي لما يكون عند ال demand is a function of price. يعني ال price له علاقة تربطه مع ال demand أو معتمد على ال demand. تمام؟ طبعا بالمناسبة ال optimal demand لما يحكي لي الكمية المثالية، هلا متى بكون كمية مثالية؟ لما يحقق لي أعلى ربح، معناته بدي أطلع ال D star لما يطلب مني ال optimal demand أو ال optimal volume. نبدأ في المثال. A company produces an electronic timing switch that is used in a consumer and chemical products. The fixed cost CF is عند $73,000 per unit per month. And the variable cost CV is $380 per unit. هاي CV اللي هو variable cost per unit. The ceiling price per unit is هلا سيلينج برايس اللي هو سعر البيع لكل قطعة عن طريق المعادلة هاي اللي هو هاي ال 180 دولار اللي هو A minus 0.02 في D، هذا اللي هو اللي هون عندي اللي هو B، وهذا ال A الكونستانت اللي بتعتمد على البرودكت او السيرفيس حكينا في D based on equation 2.1 اللي تحدثنا عنها في الشابترز السابقة أو في الفيديوهات السابقة. For this situation, determine the optimal volume for this product and confirm that a profit occurs instead of a losses at this demand. والطلب الثاني, find the volumes at which break-even occurs. That is, what is the range of a profitable demand sold by hand and by spreadsheet. يعني المثال بيحكي لي هنا عندي في شركة بتنتج لي electronic timing switch اللي هي التايمرز اللي بنحكيها تايمر الكتروني مؤقت الكتروني مفتاح توقيت الكتروني والمستخدم في المنتجات التجارية والاستهلاكية. التكلفة الثابتة $73,000 لكل شهر او التكلفة المتغيرة $380 لكل وحدة اللي هي CV small، وسعر البيع لكل قطعة عن طريق المعادلة هاي. بده أول إشي تحدد للأوبتيمال فوليوم أو الأوبتيمال ديماند اللي هو دي ستار. الأوبتيمال ديماند مقصود فيه إنه الكمية المثالية، متى كمية بتكون مثالية؟ لما حقق لي أعلى ربح. الكمية اللي بتعطيني أعلى ربح بسميها الكمية المثالية، إشي أكيد لما يكون إشي مثالي معناته أحقق أفضل إشي. متى بتحقق لي أفضل إشي؟ لما يعطيني أنا هون بحالتي يعطيني أعلى ربح. متى بتحقق لي أعلى ربح؟ لما تكون عندي دي ستار، الدي ستار اوكي لهذا البرودكت، وحدد هل انه او بالاحرى تفحص انه قيمه الدي هاي بيعطيك عندها ربح ولا لا. تمام، عند هذا عند الديماند دي ستار هاي راح يعطيك عنده ديماند، راح يعطيك عنده بروفيت اور لوسز، راح يكون في عنده ربح او خساره. بتعمل تشيكن اوكي، تعمل تفحصها. والطلب الثاني طالبه هو find the volumes، بده الفوليومز او الديماند، يعني بده قيم دي at which break even occurs اللي هي قيمة دي 1 برايم ودي 2 برايم، بده قيمة break even point قيمة النقاط التعادل. What is the range of profitable demand، وحدد له وين بكون عندك الرينج تبع المنطقة الربحية ممكن نحكي اللي هي ما بين D1 star D1 prime D2 prime. اوكي حلها بايدك او بالسبريد شيت. نحن مش راح نستخدم بالسبريد شيت لانه مش مطلوب منه، انت ممكن تحله لك من خلال السبريد شيت. اوكي راح نحله باي هاند. سوليوشن، هلا راح نيجي على اول اشي طلب مني الاوبتيمال فوليوم. اوبتيمال فوليوم هو عباره عن دي ستار. زي ما نعرف انه احنا الدي ستار هو معادلته عبارة عن A minus CV small على 2
بي. الآن المعادلة هاي عبارة عن 108 دولار الموجودة في الـ price per unit، بعوضها minus CV small، مكتوب بالمعادلة هيتها 83 دولار على 2 في بي، قيمة بي هيتها لمعامل دي اللي هي 0.02. القيمة هاي راح تطلع عندي 2425 units per month. ليش حكيت يونتس؟ لأنه بتعامل مع ديماند، فأنا بتعامل مع عدد، تمام؟ وبير مانث لأنه في السؤال حكي لي المبيعات شهرية هيته، حكي لي هون هيته بير مانث، فيكس كوست كانت بير مانث. هلأ بدي أروح أتفحص. لا قلت أنا في المعادلات صرت أحكي لازم تحقق من شرطين. الشرط الأول إنه أشوف هل إنه الـ A ناقص سي في سمول أكبر من صفر. نفحصها. هسا قيمة الـ A قلنا 180 دولار ماينس 83 دولار، هل إنه أكبر من صفر؟ بالتأكيد راح تطلع قيمتها عبارة عن 97 دولار. بتأكد أول شرط تحقق عشان ما يطلعش عندي الديماند نيجاتيف، تمام. الشرط الثاني اللي تحقق منه انه يكون عندي التوتال ريفينيو، يعني ال R او يكون عندي تي R ناقص التوتال كوست اكبر من زيرو، يعني التوتال ريفينيو اعلى من الكوست عشان اضمن، يعني التوتال ريفينيو اعلى من الكوست، من التوتال كوست عشان اضمن انه في عندي ربح. هلا احنا بنعرف معادلة التوتال ريفينيو معادلة التوتال ريفينيو هي عبارة عن ال A في D ماينس B D سكويرد، معادلة ال CT توتال كوست فيكس كوست بلس سي في في دي، هل انه اكبر من زيرو؟ بتأكد. طبعا الدي هون عبارة عن دي ستار. ليش دي ستار؟ لانه حكي لي بالسؤال. لو نرجع للسؤال، هاتو حكي لي at this demand، بحكي لي تأكد انه في عندي بحصل في عندي ربح او خسارة at this demand، عند هذا الديماند. الديماند شو الديماند المقصود فيه؟ المقصود فيه هذا الديماند اللي هو دي ستار اللي طلعته اللي هي تبع الاوبتيمال فوليوم، تمام. وبالتالي انا طلعت قيمة الاوبتيمال فوليوم كان عبارة عن 2000، او قبل هيك خلينا اعوض المعادلة. قيمة A اللي طلعت معي في المعادلة اللي هي 180 في 2425 ناقص قيمة بي اللي هي 0.02 في 2025 سكويرد
ماينس، أو نحطها ماينس أحسن عشان تبين. فيكس كوست كانت عبارة عن 73,000 دولار، زائد سي في سمول كانت عبارة عن 83 في 2425. هل إنه أكبر من صفر؟ لما نحلها بس بصير عبارة عن الآلة حاسب تقدر تطلع قيمها مباشرة، تطلع معك القيمة، قيمة كل هذا اللي عندك، تطلع عندك 44,612 دولار. معناته الإشارة عندي موجبة، إذا شو في ربح؟ لو كانت سالبة معناته في خسارة. تمام، الآن خلصنا من الفرع الأول اللي هو الفرع A. تمام، الآن لو أنا بدنا ننتقل لحل الفرع الثاني، هو إيجاد الديماند أو إيجاد قيمة قيم دي بتحقق لي البريك إيفن بوينت، أو القيم اللي هي دي 1 برايم دي 2 برايم، وبحكي لي هل إنه الرينج ما بينهم، أو بقول لي حدد لي الرينج اللي بكون داخله الربح. تمام، أو الرينج تبع الربح. احنا عشان نحل الفرع هذا هلا، عشان اطلع انا البريك ايفن بوينت شو لازم اسوي؟ بدي فرع بي البريك ايفن بوينت كيف كنت اطلعها؟ اروح اسوي توتال ريفينيو مع توتال كوست. تمام، وبهالحالة بكون عند البروفيت بيساوي زيرو. احنا بالفيديوهات السابقة طلعنا معادلة لما يكون عند البروفيت يساوي زيرو، لما تكون عند التوتال ريفينيو تساوي التوتال كوست، كانت عبارة عن ماينس بي دي سكوير بلس A minus CV small في D minus CF يساوي زيرو. لو عوضنا قيم مكان الرموز plus ناقص 80 دي ناقص 70,000 تساوي زيرو. تمام، صفت عندي معادلة تربيعية تساوي صفر، بستطيع حلها من خلال القانون العام. هلا شو الصيغة تبعت القانون العام؟ او بنعوض بشكل مباشر القانون العام اللي هو لما دي تساوي ماينس 97 زائد ناقص الجذر لل 97 سكويرد ماينس 4 ماينس 0.2 73,000 على 2
في هلا راح يطلع لنا تو روتس. الروت الأول راح يكون ماينس 97 زائد الجذر هذا على 2 في هذا الرقم، والجذر الثاني راح يكون عبارة عن ماينس 97 ماينس هذا الجذر كامل على 2 في هاي القيمة، وبالتالي دي 1 برايم راح يساوي ماينس 97 بلس 90 74 على ويساوي 9 3 2 يونتس، والدي الثانية يساوي 3 9 1 8. طبعا الجهتين بير مانث بير مانث، وهنا بير هلا اس ماينس 97 وين جبتها؟ الماينس من القانون، وال 97 عبارة عن معامل الدي، يعني هذا المقدار طلع عندي 97 تمام، زائد ناقص من القانون تحت الجذر بي سكويرد اللي هو معامل دي هي 97 ربعته ماينس 4 في اي اللي هو معامل دي سكويرد معامل الدي تربيعي اللي هو ماينس 2% تمام، في سي سي الحد الثابت اللي هو ماينس 73000، هو لازم ماينس 73000 والحد الثابت كامل مع إشارته تمام، ماينس 73000 اللي هي سي عوضها على 2 في اي، حيث انه اي معامل دي سكوير اللي هي ماينس 2% عوضها. الآن راح يطلع عندي جذرين زي ما حكينا، ماينس 97 زائد الجذر هذا على المقدار هذا، والجذر الثاني ماينس 97 ناقص الجذر هذا على المقدار هذا. هسه مقدار الجذر هذا كامل طلع عندي 59.74 مرة عملته زائد طلع عندي الروت الأول، مرة عملته ناقص طلع عندي الروت الثاني. هلأ دي 1 برايم دي 2 برايم عبارة عن البريك ايفن بوينتس تمام سوري. هو قال لي حدد لي، قال لي طلع لي بريك ايفن بوينت، طلعت له اياهم هاي النقطه الاولى وهي النقطه الثانيه، صار يحكي لي حدد لي وين بكون في عندي المنطقه الربحيه. المنطقه الربحيه راح تكون ما بين الدي الاولى ما بين الدي الثانيه، يعني 2 برايم اللي هو راح تكون، او ممكن نحكي نعمل استنتاج thus the range of profitable demand is 9 3 2 ل 3918 units per month تمام. يعني هون كان عندي المنطقة المربحة ما بين دي 1 برايم ودي 2 برايم، وهذا الاشي بيناه من خلال الفيديوهات السابقة عن طريق الكيرف، لما جمعنا فيه كل شيء كانت المنطقة الربحية ما بين دي 1 برايم دي 2 برايم، وبتستطيع تتأكد من خلالها عن طريق منحنيات التزايد والتناقص.
يعطيكم العافية.